فريقين عربيين في السيمي فاينل لأول مرة من 2010. أهلا بيكم في أفريقيا عندنا على فيلجول.com. كالمعتاد تعالوا نبتدي ونختار أفضل 11 ظهروا في ربع النهائي. في حراسة المرمى رايسن بولحي حارس الجزائر اللي وقف سد قدام هجمات كوت ديفوار وقت ما كانوا الأفيال ضاغطين، وتصدر ركلة الترجيح أهلت الجزائر للسيمي فاينل لأول مرة من 2010. في خط الدفاع معانا اسمين من منتخب الجزائر، رامي بن سبعيني الباك الشمال اللي صنع الجول لسفيان فيجولي وسجل في ركلات الترجيح، جمال الدين بالعمري اللي بخبرته الكبيره ساهم في افساد هجمات كتيره لمنتخب كوت ديفوار، ويليام ايكونج صاحب الجول الثاني لنيجيريا في جنوب افريقيا علشان يمنع جنوب افريقيا من تحقيق مفاجاه ثانيه زي اللي حصل ضد مصر. في خط الوسط معانا ادريسا جاي نجم منتخب السنغال اللي بيحافظ على تواجده من افضل 11 وسجل هدف التاهل في بنين، فرجاني ساسي نجم منتخب تونس والزمالك اللي سجل اول اهدافه في البطوله وكان مان اوف ذا ماتش، مع زميله وهبي خزري اللي لسه الكوره معنداه لكن قدم افضل اداء ليه وصنع الهدف الثالث، سفيان فيجولي نجم منتخب الجزائر اللي سجل الهدف في كوت ديفوار وكلنا شفنا ازاي بيستموت على كل كوره. في خط الهجوم معانا ساديو ماني نجم منتخب السنغال رغم انه ما سجلش لانه صنع هدف الفوز لادريسا جاي، بغداد بنجاح النسخه الجزائريه من عمرو زكي استموت علشان يرجع الكوره اللي سجلت منها الجزائر هدف كوت ديفوار، وفي نفس الوقت رغم انه ضيع ضربه جزاء الا انه اكتسب تعاطف الناس كلها. صامويل شكويزي جناح نيجيريا اللي سجل الهدف الاول في جنوب افريقيا وصنع كل الخطوره وقضى على تالق هيلانتي الباك الشمال لجنوب افريقيا. افضل فريق منتخب تونس اللي رغم البدايه الصعبه وتاهله لدور ال 16 بثلاث تعادلات الا انه فاجئ الكل ووصل السيمي فاينل، مش كده وبس كان المنتخب الوحيد اللي قدر ان هو يحسم الماتش من بدري وسجل ثلاث مرات في مدغشقر. افضل لاعب صامويل شكويزي اللي سجل اول هدف ليه مع منتخب نيجيريا علشان يأهلها للسيمي فاينال ويكمل سنه ولا في الاحلام، اتصعد فيها للفريق الاول مع فياريال وتالق في الليجا والدوري الاوروبي علشان يكون قريب جدا من جائزه افضل لاعب صاعد في افريقيا السنه دي. من 3 سنين شكويزي كان قريب من الانضمام لارسنال لكن اتفاق في النهايه ما تمش ما بين ارسنال واكاديميته في نيجيريا، ودلوقتي بيلفت انظار الكل في مصر. أجمل هدف في الجولة هدف الجزائر في كوت ديفوار، بغداد بنجاح استموت عشان يرجع الكورة ويديها لرامي بن سبعيني اللي صنع الجول الجميل جدا لسفيان فيجولي اللي أنهاه بفينش ولا أروع. أفضل مدرب في ربع النهائي ألان جريس مدرب تونس اللي رغم البداية الصعبة والانتقادات اللي كانت موجهة ليه بسبب أسلوبه الدفاعي إلا إنه بخبرته الكبيرة قدر يقود تونس للسيمي فاينال، حسم الماتش بدري جدا وابتدى يريح نجومه عشان ماتش السنغال القوي. ألان جريس في تصفيات 2015 كان مدرب للسنغال وقتها خسر من تونس، دلوقتي هو مطالب يفوز على السنغال زي ما حصل قبل كده. مفاجأة الجولة دموع بغداد بنجاح نجوم منتخب الجزائر، المفاجأة المرة دي مش فوز فريق ولا تألق لاعب، دموع بغداد بنجاح على الدكة بعد ما ضيع ضربة جزاء كان ممكن تحسم الماتش بدري جدا للجزائر، إحساسه بالمسؤولية إن ممكن الجزائر تخرج بسبب ضربة الجزاء دي، رغم إن كل ده كان ممكن يخلص بإعلان اعتذار ومدفوع الأجر.